السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقات التصميم الإلكتروني المحترف. والآن احنا في المستوى الثاني التصميم الإلكتروني المتقدم. طبعا في هذا المستوى إن شاء الله بدنا نتعلم أشياء أكثر تقدم، دوائر تتصرف بذكاء وممكن إنها تأخذ قرارات وتعمل إنه أفلة وحدها حسب المدخلات الموجودة معها، وكل هذا بدون برمجة، كل هذا بالاعتماد على المعلومات من دورة الإلكترونيات العملية. مطلوب سابق لهذه الحلقة إن شاء الله إنك تعرف عمل الترانزستور، وبدال ما نستعمل دائما الترانزستور NPN و PNP، اليوم إن شاء الله أنا بدي أشجعك إنك تستعمل ترانزستور الموسفت. فلازم تكون إن شاء الله عارف ترانزستور الموسفت وكيف يشتغل من دورة الإلكترونيات العملية. في هذه الحلقة إن شاء الله بدي أطلب منك تصميم، ما فيش فيه معلومات سابقة، لازم إحنا نقدمها إليك تصميم مباشر. في دائرة اسمها الكود السري، كلمة سر أو كود أنت بتدخله في الجهاز بحيث أنه يعمل عمل معين، ممكن يفتح ضوء، ممكن يشغل محرك أو مضخة أو يفتح باب. الآن أراد صاحب منزل أن يغلق باب غرفة من الغرف بكود سري، ووضع طبعا لهذا الباب قفل إلكتروني، ولكن القفل هذا انت بدك تقول له وقت يشتغل وقت يطفي. هناك مجموعة من المفاتيح ويجب ضغط المفاتيح المطلوبة، المفاتيح قصدي بالسويتشات زي هدولة، تمام؟ ويجب ضغط المفاتيح كل المطلوبة كلها مع بعض في وقت واحد حتى يفتح الباب. يعني لو اخترت انا سويتش زي هذا ممكن اضغط عليه ويضل مضغوط، ممكن اضغط على 4 ارقام وبالتالي يفتح. لو انا بدي اختار سويتش زي هذا مضطر انه باربع اصابع من اصابعي ان اضغط عليهم مرة واحدة، تمام؟ لو اخترت سويتش زي هذا برضو انا ممكن اعمل اون واروح حتى اعمل اون لانه بضل اون، تمام؟ صمم دائرة بناء على طبعا الكلام اللي قلناه بسيطة، تستطيع فتح باب عند ضغط الازرار 4 و5 و6 و8. هاي انا حددت لك الكود، بدي 4 و5 و6 و8 اضغطهم وقتها بيفتح القفل ولا يفتحه اذا تم ضغط ازرار مختلفة او اضافية. نفترض انا حطيت 4 5 6 و8 و9، حنيتها ايش؟ مش لازم يفتح. الآن أنت مطلوب منك أنك تقعد تفكر مع نفسك أنك تستعمل سويتشات. أنا هستعمل سويتشات من اللي أنا بضغط عليها بتصير on، شبه هذه أو شبه هذه، تمام؟ أنا هستعمل سويتشات شبه هذه، وطبعا مسموح أنك تستعمل كل العناصر الأصلية أو الأساسية، ديودات، ليدات، ترانزستورات. وأنا بحبذ الآن أنك تفكر تستعمل الموسفت بدل NPN والPNP، ممكن ريزيستورز، اندكتورز، كاباسترز، اللي بدك اياه تستعمله. ومن هذه اللحظة ممكن انت ايش تبدأ تفكر. وطبعا علشان اديك فقط اللمحة، انا يكون عندي بطارية 9 فولت او 12 فولت كما هي بالشكل هنا. هيكون عندي انا سولونويد، السولونويد هو عبارة عن القفل الالكتروني، تمام؟ هيو، ويحتاج 12 فولت. انا عندي سويتشات من 0 إلى 9 بالشكل هذا، منفصلات تماما، ولا واحد مشبوك مع الثاني. بدي اياك تبدا الان تفكر، هاي الدائره قدامك، ارسمها وابدا فكر كيف ممكن احنا نصل لحاله انه ال 12 فولت تصل للسولونويد او القفل لما انا اضغط الاربعه والخمسه والسته والثمانيه، ولو ضغطت ازرار اضافيه او ضغطت ازرار مختلفه هذا ايش يتوقف عن العمل. طبعا نبدأ الآن عملية التفكير. أنا في عندي 10 سويتشات من 0 إلى 9، وفي عندي القفل وفي عندي 12 فولت. فالآن لما بدي أضغط 4 هذا السويتش و5 و6 و8، اللوك هذا أو القفل هذا لازم يفتح. فأنا يعني كيف ممكن أبدأ عملية التفكير؟
كيف ممكن نشبك الأربعة والخمسة والستة والثمانية علشان يوصلوا لي لما ينضغطوا كلهم مع بعض 12 فولت لهذا القفل؟ ممكن تقول أوكي أنا ممكن أفكر كالتالي، ممكن أنا أحط هنا الجراوند أول حاجة وواصل لهذا اللوك جراوند، ولكن بده 12 فولت، ولكن 12 فولت أنا بدي أوصلها عن طريق الأربعة سويتشات، ولكن كيف أوصلهم؟ هل توالي؟ هل توازي؟ لو وصلتهم توازي معناته أي واحد فيهم هينضغط هيروح يودي 12 فولت ويروح يوديها لمين؟ للقفل. لكن لو وصلتهم توالي لازم الأربعة مع بعض ينضغطوا. وبالتالي خلينا نبدأ، هاي أربعة وهاي هذه تيجي للخمسة، ومن الخمسة للستة، ومن الستة للثمانية، تمام؟ وبعدين من الثمانية ممكن أنا أوديها لوين؟ لهذا القفل. تعال نشوف الآن إيش هيصير. الآن لو أنا عملت تشغيل للدائرة، هاي الـ 12 فولت الآن مش واصل القفل، ولكن لما أضغط الأربعة والخمسة والستة والثمانية هيشتغل. شايفينه؟ وبالتالي أنا حققت أول هدف، إنه أنا أشغلهم كلهم مع بعض لازم علشان يشتغل إيش القفل. لو أنا فتحت أي واحد فيهم أوكي، أو ضغطت واحد، يعني مثلا ضغطت أربعة خمسة اثنين ثمانية مش هيشتغل. أوكي هيك معناته أنا لو ضغطت كود مختلف مش هيشتغل، وهذا تحقق. ولكن لو أنا ضغطتهم مع بعض رحت كمان زودت واحد تاني مثلا اثنين او ثلاثة، هل الكود صحيح الان؟ طبعا الكود مش صحيح، معناته الكلام انا قاعد بقول للمستخدم انه انت لو ضغطتهم كلهم 100% هيفتح معك ايش؟ هذا القفل. وهذا تفكير خطأ، في عندنا مشكلة الان. احنا حققنا هدفين ولكن الهدف الثالث ما تحققش بالتصميم البسيط هذا اللي احنا عملناه، وبالتالي هذا التصميم ليس جيد بشكل كافي انه ايش؟ انه يمنع اي كود اضافي انه يوقف هذا القفل. فالآن عملية التفكير يا شباب إنه بدنا نشيل هذا الخط ونبدأ نفكر بطريقة أخرى. إيش الطريقة الأخرى؟ بدنا يا شباب هذه الـ 12 فولت بدي إياها تصل عن طريق الأربع سويتشات الصحيحة، مش للقفل مباشرة، لحاجة قبل القفل. الحاجة هذه يتم تشغيلها عن طريق الأربع سويتشات هذولا، ويتم إطفائها لو أنا ضغطت أي واحد خطأ، تمام؟ وبالتالي ممكن أنت تفكر بريلي، ممكن أنت تفكر بترانزستور، ممكن تفكر بأي حاجة تانية، سنسور مثلا، أنه يكون هنا يستطيع الاستجابة لحالتين، أنه أنت هذه الأربع سويتشات تبعت له 12 فيشتغل، أو تبعت له حاجة تانية عن طريق هذه الأربع أو هذه السويتشات الخطأ وبالتالي يطفي. ممكن واحد من التفكيرات اللي أجا في بالي وأنت ممكن تعتمده، ممكن تشوف حاجة تانية، إنه نجيب ترانزستور، وهذه المرة أنا بدي أجيب ترانزستور مختلف علشان بدنا إحنا نستعمل كل حاجة. كيف عملية الترانزستور هذا؟ ممكن إحنا نجيب الشكل هذا، تمام؟ للترانزستور هايو مشبوك بالأرضي، والترانزستور هيوصل الأرضي للقفل، والقفل هيكون واصله 12 فولت جاهز من هنا. يبقى 12 فولت جاهزة هنا، ولكن لازم له يتوصل بالأرضي عن طريق مين؟ عن طريق الموسفت. وإحنا عارفين يا شباب من دورة الإلكترونات العملية إن الموسفت في حاجة اسمها لاتش أب. اللاتش أب هذه أو دائما أي موسفت يا شباب إحنا بنوصل معاه مقاومة بالشكل هذا على وين؟ على على الجيت والارضي، تمام؟ ليش؟ علشان انه لما يكون في هنا، طبعا هنا الموسفت فيها كاباسيتور، في جواته كاباسيتور شحنه، تمام؟ الشحنه هذه بدي افرغها دائما اذا هو اصلا مش شغال. اذا انا سبت هذه الشحنه هذا الموسفت بضل شغال حتى لو انا لمسته باصبعي، وهذا الكلام خطا. علشان هيك انا ايش ممكن احط هنا 10 كيلو او 1 ميجا وايش بتكون كافيه علشان تفرغ هذه الشحنه. وبالتالي هي هذا بداية تصميم الموسفت. الآن عشان يشتغل هذا الموسفت ويشغل هذا القفل إيش لازمه هنا على الجيت؟ لازمه يوصله جهد موجب، وأنا بدي إياه يوصله جهد موجب لما الأربع سويتشات هدول يشتغلوا. وبالتالي الثمانية الآن بدل ما توصل مباشرة لللوك أو للقفل خليها توصل مباشرة لمين؟ لهذا الموسفت. وبالتالي إيش صار؟ صار عندي الآن إنه لما أشغل هيشتغل لما أنا إيش؟ لما أنا ضغطت الأربع سويتشات مع بعض.
ولسه بس ايش المشكله موجوده، انه انا لما اضغط واحد مختلف لسه ما بضله شغال، يعني ما بقفل. طيب ايش من ممكن، ايش ممكن نعمل؟ احنا بدنا نعمله انه هذا المصفت متى يقفل، متى يطفي، متى ما بيشتغل؟ لما يوصل جهد هنا صفر. طيب كيف اوصل صفر؟ بنقول احنا السويتشات الثانيه هذه ممكن هي تاخذ صفر، خلينا هنا ايش نوصلها بالصفر، هي هذا وصل بالصفر وهذا بالصفر وهذا بالصفر وهذا بالصفر وهذا بالصفر وكمان هذا بالصفر، الان كله واصل بالصفر، وانا بدي اخليهم كلهم برضو يوصلوا لصفر لو انضغطوا للجيت. تعال نشوف ايش هيصير لو وصلناهم كلهم بالصفر بالشكل هذا، وهذا كمان خلينا نوصله هيك بالصفر. طبعا هي الان صارت معقده ولكن بالتدريج انت الان فهمتها. طيب الان كل السويتشات الخاطئه بتوصل لنا صفر للجيت، ولما يوصل صفر للجيت او للبوابه على طول هذا ايش؟ هذا المصفت بقف. ولكن في مشكله هتظهر بس خليني اوضح لك اياها عمليا او بالسيميليشن. الان يا شباب الاربع سويتشات الصحيحه لسه مش كامله الاغلاق، لسه ضايل اربعه، فالان لما اضغط اربعه هي وصل 12 فولت، ها شوفوا ال 12 فولت هيك 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 وصلت بشكل مباشر لمين؟ للبوابه وشغلت الموسفت، وهي اشتغل ايش؟ القفل. طيب الان هذا السويتش وهذا السويتش وهذا السويتش هيجيبوا لي مين؟ هيجيبوا لي السالب اللي هو الجراوند، وهيوصلوا لي اياه هيك هيك هيك، وبرضه وين يروح؟ للجيت. معنات الكلام انه السالب تبع البطاريه راح يتوصل للجيت اللي هو اصلا متوصل بمين؟ بالموجب تبع البطاريه. اوبا، يعني ايش عملت انا؟ زي كاني عملت شورت سيركت. خلينا نشوف، خلينا نشوف. هاي لو انا ضغطت كمان ثلاثه، شوف ايش عملت. اول حاجه هذا وقف، تمام، لانه انت وصلت صفر، ولكن في نفس الوقت وصلت بالموجب اللي هو البطارية، وانت عملت شورت على البطارية. شو يعني شورت على البطارية؟ ممكن لو كانت بطارية ليثيوم تنفجر، لو كانت بطارية ليد أسيد أو البطاريات من العادية تفرغ شحنتها بشكل كامل خلال دقائق، تمام؟ وبالتالي هذا التصميم لسه مش كامل. ها قربت، أنا بدي أمنع الشورت. فكرة لمنع الشورت إنه أنا بدي اياه يوصل ارضي او جراوند للجيت بشكل مباشر عشان فعلا يطفيه، ولكن ال 12 فولت مش لازم توصل بشكل كامل هنا، يعني ممكن يوصل 10 فولت او اقل. ايش بدنا نعمل؟ ممكن نحط هنا، طبعا لو محينا هذا الخط ورحنا حطينا مقاومه، اوكي، بشكل هذا، هذا المقاومه بنوصل للجيت، تمام، بس برضه بتاخذ من مين؟ من الارقام الصحيحه. فالآن ال 12 فولت هتيجي عبر الأرقام الصحيحة السويتشات الصحيحة، وهتدخل مين؟ ال 10 كيلو. ال 10 كيلو طبعا هتاخذ شوية جهد هنا، ولكن الجهد الباقي وين؟ هيروح للموسفت، كافي لتشغيل الموسفت، تمام؟ طيب طبعا أنتم متوقعين قديش هيكون هنا؟ في هنا 10 وفي هنا 10، عاملين زي الفولتج ديفايدر، فالنص بينهم هيكون ايش؟ نص 12 فولت، يعني ايش؟ 6 فولت. ال 6 فولت كافية لتشغيل الموسفت. لو اجى بعد هيك جراوند على هذه النقطة، تمام، ايش هيكون؟ هيكون بكل بساطة انه مش موصل بشكل مباشر لمين؟ لل 12 فولت، وفي 10 كيلو اوم، مش قليل ال 10 كيلو، وبالتالي بتمنع الشورت سيركت. خلينا الان ايش؟ نجرب نشوف ايش هيصير. لو انا عندي الان الارقام الصحيحة، هذا وهذا وهذا وهذا، هي مضغوطات، لو انا شلت الضغطة هي ايش؟ القفل بي بيرجع، وهي ايش؟ معناته بيشتغل تمام، تمام؟ يبقى انا في حالة سليمة. الان لو انا زودت كود خطأ وضغطت هنا، هيو فصل، وهيو هنا ايش؟ صفر فولت، ايوه هيو تقريبا صفر فولت، وما في شورت سيركت، هيو مش موصل بال 12 فولت، ليش؟ لانه في 10 كيلو، وبالتالي شفتوا كيف احنا تدرجنا في التصميم وزودنا هنا 10 كيلو بس علشان نمنع الشورت سيركت. اتمنى انه ايش؟ فعلا تكون وصلتك. الان لو زودت انا اي واحد ثاني بضل هو اصلا فاصل، لكن لو شلت كل الارقام الخاطئه بيرجع صحيح. لو انا فصلت الارقام الصحيحه بيطفي، لو انا حطيت اي كود خطا ثاني برضه ما بيشتغل، وبالتالي الان عملنا تحقيق كامل لكل المتطلبات تبعت هذا المشروع. بالنسبة للجزء العملي هو هذا شكل الدائرة اللي أنا عملتها بالضبط، بالضبط زي ما احنا شفناها في السيركت ويزرد. كل سويتشات هيها بالنوع هذا، تمام، اوكي، اون واوف، تمام.
طبعا لو كان من نوع اللي انا لازم اضغط عليه، فانا لازم احط 4 اصابع في نفس الوقت، وهذا شكل يعني بشكل جهد علينا، تمام. وبالتالي هاي في عندي السويتشات، انا ركبت هنا 5 سويتشات وهنا كمان 5 سويتشات، رقمتهم من 0 إلى 4 وبعدين 5 إلى 9، وبالتالي الان هاي الشكل ايش السويتشات هنا. هذا هو الموسفت، الموسفت عبارة عن 2N7000، تمام، 2N7000، وهذا المقاومات زي ما احنا قلنا، وهذا دايود. هذا الدايود ليش؟ لانه انا حطيته طبعا بالتوازي مع مين؟ مع السولونويد، زي ما شرحنا في دورة الإلكترونات العملية، انه مع المواتير او مع الحاجات الملفات او مع الريليهات لازم انت ايش تشبك دايود بشكل عكسي على وين؟ على هذا السولونويد. وطبعا هنا ال 12 فولت، وبالتالي شكل الدائرة بالضبط زي ما هي مشروحة في السيركت ويزرد. والان عملية اختبارها، انا عندي الكود الصحيح هو طبعا هذا السولونويد، ممكن يدخل جوا فيفتح الباب، هو اصلا هذا السولونويد قفل الباب، تمام. الان لما اضغط 4 وبعدين 5 وبعدين 6 وبعدين 8، هذا الكود الصحيح. فالان ايش هيشتغل ايش الموسفت، وبعدين شغل مين؟ شغل اللوك. والان يعتبر هذا انسحب جوا، معناته انا ممكن ايش افتح الباب بشكل عادي. لكن لو انا عملت اضافة لكود خاطئ مثلا 7، هيو ايش رجع تاني ما فتح، تمام، او عملت لصفر او عملت لواحد، اي رقم اضافي خطأ، وبالتالي ايش فهو خطأ. لو انا من الاول عملت ما عملت 4، عملت مثلا 0 5 6 8، برضو ايش مش هيزبط، وبالتالي ايش الدائرة زي ما هي واضح هنا يعني ناجحة جدا جدا وبمكونات بسيطة جدا. ولكن طبعا عيب هذه الدائرة انه انت لازم طبعا تاخذ سويتشات من هذا النوع وايش وتقول هنا اون 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 بيفتح، تمام. وطبعا لما انت تفتح الباب وتطلع برا ممكن ايش ممكن مين بده يرجعهم، هي هذا اي مشكلة هذا السيستم. ولكن هذا ممكن ينفع لباب مثلا خزنة صغيرة، ممكن للاطفال بس عشان يتعلموا، وبالتالي هم بيعملوا باب الخزنة عشان يفتحوها لازم يفتحوا 1 2 3 و4 سويتشات، تمام. ولما ياخذوا اللي بدهم اياه منها ممكن ايش يقفلوها وبعدين يرجعوا ايش يرجعوا الكود زي هيك بالضبط، زي مثلا كود ايش الحقيبه، كود الحقيبه انت بتحطه بتفتح الحقيبه بعدين ايش بتلخبطه تاني على اساس انه ايش ما حدش يكون عارف شو الكود. وهنا ايش نفس الفكره. فاتمنى تكون انت فعلا يعني استوعبت كيف هذه الفكره وكيف عمليه اللحام. طبعا عمليه اللحام من ورا بالشكل هذا بالاسلاك انا عملتها على اساس انك انت تشوف كيف احنا ممكن نعمل هيك اشياء ومشاريع صغيره، وبالتالي اتمنى تكون الفكره الان واضحه عمليا. لكن شباب في حاجه مهمه جدا جدا لازم برضو نتناقشها، عشان هذه دوره تصميم احترافي لازم نسال حالنا سؤال، ليش انا بدي بي جي تي؟ ليش بدي موسفيت؟ ترانزستور بي جي تي اللي هو يعني ان بي ان او بي ان بي، هذول نوع بي جي تي زي ما احنا عارفين، او الموسفيت. ليش انا اخترت موسفيت؟ ليش بي جي تي؟ هل بنفع اختار هذا او هذا؟ الحين بدنا نشوف. لازم انت تسال حالك 3 أسئلة في كل مرة بدك أنت تختار واحد من هذول الاثنين. أول سؤال، هل تغير حالتي الأون أوف تتطلب سرعة كبيرة؟ يعني لما أنا بدي أغير هذا القفل الإلكتروني من أون لأوف، إطفاء وتشغيل لحالات تانية مثلا، هل 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 بدي أنا سرعة كبيرة ولا لا؟ في المشروع هذا اللي إحنا قاعدين عليه ما بدناش سرعة كبيرة على ما أعتقد، صحيح؟ ما بدنا يعني مش مشكلة يعني يتأخر له ثانية أو يتقدم له ثانية، ولكن في بعض التطبيقات لازمها سرعة كبيرة جدا. وبالتالي لما نيجي نشوف الرسمة، هذه الرسمة من أحد الكتب بتوضح لي قديش سرعة أو الترددات اللي ممكن يشتغل عليها كل من الموسفت والبي جي تي. ولاحظين هنا هذا هو الفريكوانسي، يعني قديش السرعة. بي جي تي اللي هو الان بي ان والبي ان بي يحتل مثلا يعني الترددات الصغيره، السرعات الصغيره، يعني من 0 الى قديش؟ الى مثلا 10 كيلو هرتز. لكن من 0 الى 1000 كيلو هرتز الموسفت هيشتغل او بنفع للتطبيقات هذه. مع الكلام انه لو انا عندي تغير حاله الاون والاوف تتطلب سرعه كبيره جدا مثلا 100 كيلو هرتز، وبالتالي لازم اختار موسفت مش البي جي تي مثلا. ممكن واحد يقول لي وش الاي جي بي تي؟ هذا ليش بنختاره؟ الاي جي بي تي يا شباب اولا سعره مش رخيص، ثانيا لا يتواجد بجهود وتيارات صغيره زي اللي احنا نتعامل معها في هذا المشروع. هذا جهود وتيارات صغيره 12 فولت، هذا جهود تيارات عاليه، وبالتالي انك تستعمل اي جي بي تي ليس حكمه،
تمام؟ وبالتالي بيجي تيم موسفت هم اللي ممكن ايش احنا نستغلهم لهيك مشروع، ولكن مشاريع تانية ممكن تتفكر بتطبيقات مثلا على الاي جي بي تي او الموسفت. ولكن نصيحة، لو البي جي تي بيأدي الغرض روح للبي جي تي. فهذا مشروع انا اخترت موسفت لحتى نغير اسلوب تصميمنا ونعرفكم على حاجة تانية، وكمان هو للمشاريع هذا هو ينفع بشكل ممتاز. فهذا المشروع زي ما قلنا اليوم حالتي الاون والاوف لا تتطلب سرعة كبيرة، عشان هيك انا ممكن اختار بي جي تي وممكن اختار موسفت. السؤال الثاني لازم اسأله، ما هي القدرة المفقودة؟ ايش القدرة المفقودة؟ ذكرنا هذا الكلام قبل هيك. القدرة المفقودة هي القدرة التي يفقدها الترانزستور على شكل حرارة وبسخن. انا بدي هذه القدرة المفقودة تكون اقل ما يمكن. لو سألنا حنا كيف نحسب القدرة المفقودة في الموسفت او الاي او البي جي تي، بنقول انه بالنسبة للبي جي تي في عندنا حاجة اسمها في سي اي سات. قديش الفولتج بين الكوليكتر والإيميتر بيكون في حالة الساتوريشن؟ طبعا أنا لازم أضمن أنه يكون ساتوريشن، وهذا الكلام طبعا بأضبه في مين؟ في التيار. فالفولت ضرب التيار بيعطيني القدرة المفقودة، التيار طبعا اللي داخل جوا الترانزستور. أما بالنسبة للموسفت بروح على الداتا شيت وبطلع حاجة اسمها الـ RDS-ON. ايش هذه عباره؟ بقول لي الموسفت بيشتغل كمقاومه لما يصير اون، ما بيشتغلش بالضبط كشورت سيركت، بيشتغل كمقاومه. المقاومه هذه اسمها ار دي اس اون، هذا الكلام برضو ذكرناه، وبرضو بنضربها ايش في قيمه التيار تربيع، وبالتالي ايش ممكن نحسب الباور. وبالتالي هنا قيمه الباور اللي هو القدره المفقوده عباره عن في سي اي سات ضرب التيار اللي هيدخل في مين؟ في الترانزستور. قديش التيار هذا حسب اللود، اللود ايش بيستهلك. هنا في الموسفت الباور المفقودة اللي هي تتروح على شكل حرارة عبارة عن الـ ID سكوير تربيع هذه القيمة، مثلا 100 ملي أمبير تربيع، ضرب الـ RDS-ON اللي بجيبها من وين؟ من الداتا شيت. هذه القيمة من الداتا شيت وهذه كمان القيمة من الداتا شيت. عشان نروح نعرفهم بدنا نقترح بعض الترانزستورات اللي في المختبر عندي. أنا اخترت موسفت من النوع 2N7000 واخترت بي جي تي من نوع بي سي 547 بي. تعال نروح على داتا شيت ونشوف المعلومات هذه، نطلعها ونعمل بعض الحسابات. بالنسبه لترانزستور بي سي 547 تعال نروح على حاجه اسمها الفي سي اي سات، تمام؟ طبعا هو ماكسيمم بيستحمل 100 ملي امبير، اوكي؟ يعني لو اللود بده 1 امبير هذا ما بينفعش، تمام؟ في سي اي سات هيو، في سي اي سات حاله الساتوريشن لما يكون التيار مثلا 100 ملي امبير بتكون ما بين 200 ملي فولت ل 600 ملي فولت. انا باخذ اسوأ الاحوال، اسوأ الاحوال هو اعلى شيء، تمام؟ انه لما يكون الفي سي اي سات 600 ملي فولت، ايش يعني 600 ملي فولت؟ يعني 6/10 فولت، تمام؟ هي هذه المعلومه احفظوها وخذوها على نوتة عشان ايش؟ ناخذها، تمام؟ في عندنا وقت ايش هذا الترانزستور بيكون اون، في بي اي اون بسموه، بكون تقريبا لما يكون حوالي 7/10 او 7.72، تمام؟ هذه برضه هنستعملها ان شاء الله في الخطوه الثالثه، تمام؟ فالان هاي الفي سي اي سات خلينا ناخذها 6/10 بالنسبه لترانزستور بي جي تي. اما بالنسبه لترانزستور 2N7000 بدنا نبحث عن حاجه اسمها الار دي اس اون. انزل، وين الار دي اس اون؟ الار دي اس اون هيها، هيها ار دي اس اون، بقول لي تقريبا 5 اوم، تمام؟ 5 اوم، ممكن انت تاخذ ممكن 6 اوم، اوكي؟ بس يعني انا شايف ال 5 اوم عباره عن قيمه كويسه، تمام؟ فهي ال 5 اوم هي هذه اللي احنا بدنا ناخذها ونعتبرها في حساباتنا. طبعا قديش بتحمل تيار هذا؟ بتطلع فوق بقول لك هذا تقريبا للدرين كرنت بتحمل حوالي 200 ملي امبير، فبرضه لازم نعرف انه بتحمل 200 ملي امبير، اعلى من هيك ممكن يسخن كثير جدا، تمام؟ خلينا ناخذ هذه الحاجات في عين الاعتبار في الحسابات. في برضه السلايد اللي بعدها نحتاج معلومه اللي هي عباره عن قديش الجهد اللي لازم عشان يشغل الموسفت، اسمه جيت ثريشولد فولتج، في جي اس ثريشولد، قديش هنا مكتوب؟ بين 8/10 ل 3 فولت، برضه هذه احفظوا لي اياها. الثريشولد الجهد اللازم لتشغيل الترانزستور الموسفت بين 8/10 ل 3 فولت. والان على اعتبار انه القفل الالكتروني عندي بياخذ 100 ملي امبير، تمام؟ هو هذا تيار الحمل هنا وتيار الحمل هنا، وبالتالي الار دي الاي دي هنا ايش هيكون؟ تربيع اللي هو عباره عن 100 ملي تربيع ضرب مين؟ ضرب الخمسه، الخمسه اوم، الار دي اس اون اللي طلعناها من داتا شيت. اما هنا الاي سي هي ال 100 ملي امبير ضرب ايش؟ الفي سي اي سات اللي طلعتها قديش انا؟ 6/10 فولت برضه من داتا شيت. هنا لو عملنا الحسابات وضربتهم في بعض هيطلع تقريبا 50 ملي وات،
هنا لو عملت الحسابات هيطلع 60 ملي واط، تمام؟ وبالتالي الاثنين كتير متقاربين والفرق بينهم صغير جدا، لا يمكن اقول انه هذا افضل من هذا كتير، تمام؟ وبالتالي الاثنين هنا من ناحيه القدره المفقوده متكافئه تقريبا. وقت ايش ممكن يكون غير متكافئه؟ لما يكون الفي سي اي سات كتير قليل، يعني مش 6 من 10 ممكن 2 من 10، فهنا بصير 20 ملي واط تقريبا نص هذه. او ممكن الار دي اس ان يكون قليل ولكن هذا بترانزستور مختلف، تمام؟ هذا الترانزستور بس 5. وبالتالي هي بعض الاعتبارات اللي ممكن انت تاخذها، لو لقيت في فرق كبير لازم تعتبر هذا الفرق. اما اخر سؤال لازم تساله نفسك، ما هو جهد الاشاره الداخله للترانزستور هنا على الجيت او على البيس؟ لازم تعرف انت الجهد هذا من وين جاي، من مايكرو كنترولر، من دائره كبيره، من دائره جهدها صغير، عشان تعرف الترانزستور هيشتغل ولا لا، تمام؟ لو سالنا حنا سؤال بالنسبه للبي سي 547 او البي جي تي، ايش لازم هنا جهد عشان يشغل الترانزستور؟ كلنا عارفين انه لازمه حاجه اسمها في بيس ايميتر اللي هي 7 من 10، تمام؟ لكن بالنسبه للموسفت الفي جي اس ثريشولد هو اللي قبل شوي شفناها في الداتا شيت، قديش قيمه الجهد اللي لازم عشان يشغل الموسفت؟ قديش شفناها؟ في جي اس ثريشولد عباره عن 8 من 10 فولت ل 3 فولت، اوكي؟ وهذا طبعا اكبر من هذه، فممكن انت لو جهد اللي جاي للموسفت هنا اقل من هذه القيمه او يمكن يكون اقل، يبقى هذا الخيار مش هيكون جيد، تمام؟ ولكن احنا عارفين ان الدائره تبعتنا فيها 12 فولت، وبالتالي هذا الموسفت مش هيعاني مشاكل، ال 12 فولت هتشغله غصبا عنه، وبالتالي برضه الاثنين هيكونوا متكافئين في المشروع تبعنا، لكن في مشاريع ثانيه ممكن يعاني الموسفت، يقول لك انا مش قادر اشتغل، تمام؟ فهذه عباره عن بعض الاسئله اللي لازم تسالها نفسك عشان تعرف تفرق بين اختيار هذا واختيار هذا. وبالتالي شباب الان عرفنا وفهمنا كيف احنا خلينا الدائره فعلا تتصرف بشكل ذكي الان، وحطينا بعض المقاومات وتدرجنا من تصميم بسيط بالشكل هذا ولكن كان غير كامل لتصميم كامل بالشكل هذا بإضافة فقط مقاومة وموسفت، تمام؟ وبالآن أنا طبعا فرجيتك كل خطوات التصميم والآن اختبرناها عمليا. في طبعا في الإنترنت يا شباب طرق كثيرة جدا لعمل نفس الدائرة، أنا بدي أفرجيك بعض الصور من بعض المواقع، أنا جبت صور دوائر بتنفذ نفس الطريقة. لو أنا عندي 12 فولت وحاطين هنا مواصفة NPN وحاطين هنا اللود، هنا اللود اللي هو إيش؟ القفل الإلكتروني. طبعا حاطين تركيبة السويتشات بشكل مختلف ولكن تؤدي نفس الغرض. الآن هاي الأربعة والخمسة والستة والثمانية هم بشكل متوالي بالشكل هيك هيك هيك، وبوصل الجهد لمين؟ لا هذا الترانزستور، وحط المقاومات في الطريق عشان ما يروحش تيار عالي للترانزستور. طيب وين حاطين السويتشات الثانيين؟ حاطين السويتشات الثانيين كلها متصله بالارضي زي ما احنا شايفين، وبتوصل صفر لكل قواعد مين؟ الترانزستور، مره بشكل مباشر او قبل او حتى بالشكل هنا، كله بيأدي نفس الغرض، بوصل صفر للقاعدة وبلغي مين؟ بلغي أي جهد جاي هنا عن طريق هذه السويتشات الصحيحة. وبالتالي هي شكل آخر من الأشكال ولكن يؤدي نفس الوظيفة. وفي ناس يا شباب بتقول لك ما بديش أنا أستعمل سويتشات زي هذه، بتستاخد يعني حجم كبير. بقول له أوكي، في ممكن تستعمل سويتشات زي هذه اسمها الدب سويتش، هيو دب سويتش. ممكن أنت تستعملها وعبارة عن يعني زي قد يعني عقلة الأصبع، فممكن انت تستعملها وممكن تستبدل القفل الالكتروني بريلي، وهذا الريلي طبعا ممكن يشغل اي حاجه بدك اياها، تمام؟ والان تعالي نشوف ايش الكود. الكود طبعا ال 12 فولت هتيجي عن طريق مقاومه اللي هي عشان تمنع الشورت، تمام؟ وايش رايحه للسويتش الاول، ورايحه للسويتش الثالث، ورايحه للسويتش السادس، وبعدين رايحه للقاعده، تمام؟ وبالتالي 1 و3 و6 هم ايش؟ هم الكود لهذا ايش؟ لهذا الترانزستور عشان يشتغل. وكل الارقام الثانيه او السويتشات الثانيه كلها موصله بالارضي، وبتجيب الارضي لمين؟ لقاعده الترانزستور، برضه نفس الفكره. طبعا هنا في 10 كيلو عشان ايش؟ يخلي قاعده الترانزستور مشبوكه بالجراوند، لو ما اجاهاش موجب تكون هي مطفيه، تمام؟ فهي طريقه اخرى برضه وصغيره جدا وبتأدي نفس الغرض لايش؟ لهيك مشروع. فاتمنى في هذا الفيديو فعلا انت بديت تفكر بطريقه مختلفه. شوف يا شباب هذا المشروع، لو انا سالت اي واحد، روح على اي واحد في الجامعه وقول له بدي اعمل هذا المشروع، على طول هيفكر في برمجه، هيفكر في متحكمات، هيفكر في حاجات صعبه، ويمكن يفكر في اي سيات. ليش؟
شوفوا احنا عملنا بشكل بسيط جدا بدون اي جهد بمكونات صغيره. اتمنى الان تبدا تكون فعلا بدات تتفكر بشكل اكبر وتطور نفسك، ويا ريت تكون بتسجل معايا كل دائره وكل كومنت وكل تعليق وكل ملاحظه احنا بنقولها، علشان فعلا يكون لك مرجع كبير. ان شاء الله نشوفكم فيديو تصميمي اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.